قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا أيضا حكم من أحكام الاعتكاف، إذ سبق البيان أن الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وأنه شرع لكي يخلو المرء بنفسه فترة من الزمن ليراجع نفسه، ويكون عنده من التأمل، وعنده من المحاسبة، وعنده من النظر، وعنده من المراجعة لنفسه ما يجعله قريبا من ربه، وما يجعله ناظرا في طبيعة هذه الحياة، وما فطر الله فيه أو فيها الإنسان عليه من تعلق بالدنيا إذا هو غفل، وإذا هو لم يجعل من نفسه مراقبا وحسيبا. ولهذا فإن الاعتكاف هو حبس للنفس واعتزال عن الناس، لكن ليس رهبانية، ولكنه نوع من الطاعة ونوع من الاشتغال بالذكر والتأمل والتدبر وقراءة القرآن والتلاوة المتدبرة، وهي وقت من الزمن يخلو فيه المرء بنفسه، وله أثر عجيب على الحياة، وبخاصة لمن قام بحقه. ومن هنا كان له شيء من الأحكام التي تتناسب مع طبيعة هذه العبادة ومع حكمة تشريعها، منها أن الإنسان إذا اعتكف فإنه لا يخرج من معتكفه، لأن هذا هو أصل الاعتكاف. أصل الاعتكاف هو حبس النفس وحبس الإنسان نفسه، والالتزام واللزوم للمكان والبقاء والمكث المدة التي نواها في الاعتكاف. ولهذا ينبغي لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويقوم بهذه العبادة أن يؤدي حقها، وأن يقوم بها على وجهها، وبخاصة البعد عن الشواغل والبعد عن الاشتغال بأمور الدنيا ولو كانت مباحة، فضلا عن أن تكون محرمة، نسأل الله السلامة. فمن هنا الأصل في الاعتكاف أن يلزم الإنسان المكان، وأن لا يخرج من طبعا المكان اللي هو المسجد، وأن لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، والمراد بالحاجة حاجة الإنسان، وبخاصة الحاجة التي لا يمكن قضاؤها في المسجد من الحاجة إلى دورات المياه ونحو ذلك. أما الطعام والشراب فإذا كان يمكن أن يأتيه في المسجد فلا يخرج، أما إذا لم يمكن وأمكن أن يذهب ليأتي به ويأكله أيضا في المسجد فهذا أحسن، وإذا لم يمكن فلا مانع أن يخرج ليأكل ثم يعود. وهذا الحديث يدل على عدة أمور في هذا الباب. أولها أن الاعتكاف لا يتنافى مع التنظف والتطهر والاهتمام بالبدن على نحو ما شرع الإسلام، نظافة وطيب رائحة واغتسالا وتنظفا، سواء كان بالبدن في البدن أو في الملابس. فلا يظن أن الاعتكاف يعني أن يبقى الإنسان على حاله بثيابه بحيث لا يغتسل ولا يتنظف ولا يطرد عنه الأدران ولا الأوساخ، فإن هذا ليس من الاعتكاف، لأن الاعتكاف الحقيقة هو طاعة الله عز وجل والالتزام بطاعة الله عز وجل.
والقراءة والذكر ونحو ذلك، وليس هو البقاء على القدر. فإن بعض الطقوس عند بعض الديانات أو الوثنيات أو حتى عند بعض الفهوم القاصرة عند بعض المسلمين، يظن الإنسان كلما كان قدرا وكلما كان مهملا لبدنه فإن هذا يعني أنه أكثر تعبدا، وهذا غير صحيح. فالاهتمام المشروع بالنظافة والتجمل والأشياء التي دل الشرع على أنها من طبيعة الفطرة ومن الأمور التي أولا كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودلت عليها النصوص، فالزينة مثلا وأخذ الزينة المشروعة هذه من الدين، على حد قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمعتكف هو لازم المسجد، فكأنه لابد أن يكون مطالبا بالزينة أكثر من غيره، الزينة المشروعة. وإن كان هذا خارج الاعتكاف، لكن نشير إلى 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 أنه ليس هناك علاقة بين التدين وبين حسن المظهر، بمعنى الإنسان يكون حسن المظهر، أو كذلك أن الإنسان يستمتع بالمباحات الاستمتاع المشروع. فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كان يحب الحلوى، كان يحب الطيب ويحب العسل ونحو ذلك. فميول النفس لهذه الأشياء ومحبتها لا تتنافى مع الدين، ولا تتنافى مع العبادة، ولا تتنافى مع الزهد، ولا تتنافى مع حرص الإنسان على ابتغاء وجه الله وحرص الإنسان على الإكثار من العبادة والذكر، فهذه لا تتنافى هذه مع هذه، مما ينبغي أن يفقهه الناس من دين الله. فلا يظن أن الدين أن يكون الإنسان عبوسا، ولا يظن الدين أن الإنسان أن يكون قذرا، ولا يظن في الدين أن يكون الإنسان أو أن 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 يعني نبذ الدنيا هو بأن يكون الإنسان على نحو من الشذوذ في تصرفاته أو في عبوسه أمام الناس أو في تركه للمباح الذي أحله الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد من الطيبات من الرزق. فينبغي أن الإنسان يكون عنده من الفقه وعنده من الفهم وحدود ما شرع الله عز وجل، بحيث لا يظن أن العبوس وأن الاقتصار المقل وهو قادر أن هذا من الدين. فالمعتكف يهتم ببدنه ويهتم بنفسه ويهتم بزينته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو معتكف كان يخرج رأسه من إما من كوة وإما من الباب نفسه، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلة على المسجد، فكان يخرج رأسه، وتقوم عائشة رضي الله عنها بترجيله، والترجيل هو الدهن والتمشيط والتنظيف، هذا هو الترجيل. فلاحظ أنه من 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 دقة ما يدل عليه هذا الحديث، يدل على دقتين: أولا الاهتمام بالنظافة، والأمر الثاني إذا أمكن للإنسان أن يتنظف فهو في معتكفه لا يخرج. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع جمع بين الأمرين، بين أنه كان حريصا على أن لا يخرج، لأن الاعتكاف فأنت لا تخرج إلا لحاجة، فإذا تيسر أن تقضي حاجتك وأنت في مكانك، طبعا غير حاجة الإنسان اللي هي التبرز، هذا ما يمكن يكون المسجد ولا يتصور أن يكون المسجد، لكن بعض الحاجات كالاغتسال وكالتنظف، فإذا أمكن أن تكون وأنت في المكان فهذا فلا تخرج، وإذا لم يمكن فلمن أن تخرج. فالناظر أحيانا قد يظن أن الاغتسال كمالي، وأنه لا يحتاج الإنسان يشغل نفسه بأن يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج ومع هذا أدى حق المسجد من حيث التنظف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه لعائشة فرجلته، يعني دهنته ومشطته واهتمت به كما كان يهتم به قبل الاعتكاف. والأمر الثاني أن خروج جزء من البدن لا يعتبر خروجا من الاعتكاف ولا يعتبر خروجا من المعتكف، وإنما يكون الإنسان خارجا من معتكفه إذا خرج كله، فإذا خرج جزء منه فإنه لا يعتبر خارجا من الاعتكاف. والأمر الثاني أن مقاربة المعتكف لزوجته، طبعا غير المقاربة النسائية والمعاشرة، وإن مجرد إما الحديث أو المس من غير شهوة، أن هذا لا يتعارض مع الاعتكاف، أن هذا لا يتعارض مع الاعتكاف، على أنه أيضا لو 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 حادثته زوجته وهو في معتكفه فإن هذا أيضا لا يضر. فالحديث إلى
المختصر أو المقتصر لا مانع منه ولا يؤثر على الاعتكاف بالبطلان، وإن كان قد ينقصه إذا زاد أو طال أو كان خوضا في أمور إما أن تكون مكروهة أو محرمة، لكنه في الظاهر لا يؤدي إلى بطلان الاعتكاف باعتبار أن الإنسان قد حقق الاعتكاف من حيث البقاء والمكوث في المعتكف. ثم أيضا دليل على أن الحائض، أن مقاربة الحائض لزوجها أنها لا يؤثر على طهارته ولا على الاعتكاف، فإن عائشة رضي الله عنها كما دلت الرواية الأخرى أنها كانت حائضا، ومع هذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إليها فرجلته، فدل على أن الحائض مقاربتها ومسها لزوجها من غير شهوة أن هذا لا يؤثر على الاعتكاف ولا يؤثر على العبادة. وكذلك أيضا يدل على أن الحائض مقاربتها والجلوس معها أمر مباح في الشرع بالنسبة لزوجها، وأنه لا كما عليه اليهود من حيث يرون نجاستها وأنها لا تقرب في وقت الحيض بجميع وجوه القرب، وإنما الذين نهي عنه عندنا في ديننا هو الوط فقط، وط الحيض هو المحرم في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. أما ما عدا ذلك من الأكل معها والحديث معها والعيش الطبيعي معها، بل حتى المباشرة في غير الفرج فإن أيضا مباحة كما جاء اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الوط. وهذا أيضا يدل على أولا ما للمرأة من مكان من حيث إنها شقيقة الرجل والنساء شقائق الرجال، وأن هذه الأمور الجبلية والأشياء التي كتبه الله على بنات آدم أنه هذا لا يؤثر على طبيعتها ولا على حياتها ولا ممارستها الطبيعية كما يقال، وأن هذا كله أمور فطرية وأمور كتبه الله عز وجل على بنات آدم مما لا يؤثر أبدا على ممارستها لحياتها الطبيعية. وفي قوله وكان يدخل البيت إلا لحاجة دل على أنه الأصل في المعتكف أن يبقى في معتكفه ولا يخرج إلا للحاجة الضرورية، إما كما قلنا بيت الخلاء مثلا أو طعام وشراب إذا كان لا يتيسر له أن يأتيه طعامه وشرابه في معتكفه. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا يعني في حال الاعتكاف. نعم. وعنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. قال وعنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا. في مصطلح أهل الحديث أن الراوي إذا قال السنة فالمراد به السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي إذا قال السنة كذا فإنه يكون له حكم المرفوع، فكأنها تحكي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه. لأن كل هذه الأمور وإن كانت عبادة وإن كان فيها صلة رحم وإن كان فيها أمور ممدوحة شرعا ومطلوبة شرعا وهي من حقوق المسلم على المسلم، لكنها في حال الاعتكاف لا يفعلها المعتكف، لأن الأصل في الاعتكاف هو الحبس ولزوم المسجد الطاعة وأن يحبس الإنسان نفسه وأن لا يخرج حتى ولو كانت أمورا من القربات ومن الأمور التي حث عليها الشرع، فلا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة. طبعا المس الذي هو لشهوة، وإن كان المس يعبر عنه بمعنيين، أحدهما مجرد المس فهو التصاق البشرة بالبشرة كما يطلق المس يراد به الجماع، يراد به الجماع، وفي قول ما لم تمسوهن بمعنى الوط. يا أيها النبي يا أيها الذين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، المس هنا الوط والجماع. في قول أو لامستم النساء محل خلاف بينها العلم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه مما اختلف أهل العلم في تفسيرها، هل المراد الملامسة مجرد المس أو الملامسة الوطء؟ فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه من المقصود به الوطء، وذهب أحمد ومالك إلى المراد به المس لكن المس لشهوة، وذهب الشافعي رحمه الله إلى المطلوق إلى أن المطلوب إلى أن المراد مطلق المس سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. فقولها ولا يمس امرأة الذي يبدو أنه يشمل الوط والمس بشهوة، لأن هذه من أيضا دواعي النكاح، وهذه مما تتنافى مع طبيعة الاعتكاف. ولا يمس امرأة ولا يباشرها المباشرة، ويمكن ما دام مس مباشرة لا شك أنه ينبغي أن يحمل إحداهما على الوط، يحمل إحداهما على الوط والأخرى على المباشرة فيما دون الفرج، أحدها على الوط والأخرى على المباشرة فيما دون الفرج، وكلاهما يعبر عنه. المباشرة يعبر عنها بالوط، يعني الوط يعبر عنه مباشرة، كما أن المباشرة فيما دون الفرج تسمى مباشرة أيضا، وكذلك المس الوط يطلق عليه مس، كما أن مجرد مماسة البشرة البشرة تسمى مسا أو لمسا. فلما أتت باللفظين دل على أن أحدهما مراد به الوط والآخر مراد به ما دون الوط، وكل ذلك ممنوع منه المعتكف. قال ولا يخرج لحاجة إلا ما لا إلا لما لا بد له منه، يعني ولا يخرج لأي حاجة، وهذا عبارة يعني دقيقة، لا يخرج لحاجة، يعني الحوائج العادية والمعتادة سواء كان حاجة تجارة أو حاجة زيارة مريض أو أي الحوائج هذه لا يفعله إلا ما لا بد منه. وعادة هذا تعبرت عنه ورات به طبعا بيت الخلاء، حاجة الإنسان هي التبرز والتبول، وهذا هي لي. أما ما عادها فهي حوائج لا بد أن لا يفعلها، وألا والاعتكاف أقوى منها فهو يمنعها. وكذلك كما قلنا الأكل والشرب إذا لم يتيسر المعتكف فإنه حاجة لا بد منها وهذه مستثنة. ثم قال ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، قوله ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذه هي التي قال فيها الشيخ إلا أن الراجح وقف آخره، وقف آخره يعني من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، بمعنى أنه موقوف على عائشة وأنه ليس بمرفوع ولا اعتكاف إلا بصوم، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا ما يزيد ذلك بسطا. والمقصود أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، هل يكون اعتكاف بلا صوم أو لا يكون اعتكاف إلا بصوم؟ الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وجمع منه العلم إلى أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم، فكل من أراد أن يعتكف لا بد أن يصوم، ولا يكون اعتكاف منفكا عن الصوم. وقول عائشة هذا يشهد لمذهب أبي حنيفة ولا اعتكاف إلا بصوم. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا ارتباط بين الاعتكاف والصوم، وإن يمكن أن يكون اعتكاف بلا صوم، يكون اعتكاف بلا صوم، هذا مذهب أحمد والشافعي وأكثر أهل العلم أنه ليس هناك تلازما بين الاعتكاف والصوم، فيمكن الإنسان يصوم ولا يعتكف كما أنه يمكن أن يعتكف ولا يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه أنه ما اعتكف إلا صائما بمعنى السنة الفعلية، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وكل اعتكافه كان في رمضان، كل اعتكافه كان في رمضان ما عدا سنة لم يعتكف في رمضان فقضاه في شوال 10 أيام في شوال، وقالوا أيضا أنه كان أنه صام فيها عليه الصلاة والسلام، طبعا ما عدا يوم العيد لأن يوم العيد لا يصام، وكان مشتغل كما هو معروف بالخطبة والعيد إلى آخره عيد الفطر. وكلهم متفقون على أنه سنة الصيام مع الاعتكاف هذه لا إشكال، فإنما عدم صحة الاعتكاف إلا بصوم هذا هو محل الخلاف. وكذلك لو نذر أن يعتكف صائما أيضا متفقون على لابد أن يؤدي أن يفي بالنذر جميعا بمعنى أن يكون اعتكاف وصوم، لأنه نذر عبادة وكله طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، فلو قال لله علي أن اعتكف صائما فلا يتحقق نذره إلا بأن يعتكف بأن يصوم ويعتكف بأن يصوم ويعتكف، لكن لو لم ينذر الصحيح أنه يكون الاعتكاف بلا صوم، يمكن أن يعتكف الإنسان بلا صوم. وإن كان كما قلنا المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اعتكف إلا
صائما، ما اعتكف إلا صائما. لكن مما يستدل له على 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 عدم التلازم بين الاعتكاف والصوم خبر عمر حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، ليس محلا للصيام. وإن كان في اللغة يطلق الليل ويراد 24 ساعة، اليوم اليوم والنهار والليل، وكما أن اليوم يراد به كذلك 24 ساعة، ولهذا وعدنا موسى 30 ليلة وأتوا منها بعشر. 30 ليلة يعني الليل مع الأيام. وأكثر ما تحدث العرب وأكثر ما ورد القرآن أنه يعبر عليهم بالليل، الليلة ويراد بها 24 ساعة. قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. في مسجد جامع يعني المسجد الذي تقام فيه الجماعة، المسجد الذي تقام فيه الجماعة. وهذا أيضا من وهذا نبهنا إليه من حيث إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، والجامع بمعنى تقام فيه الجماعة. وكذلك أيضا قال الفقهاء: إذا كان مدة اعتكافه تصادف جمعة فيعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة. فإذا كان يصادف مدة اعتكافه يوم جمعة فإنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج من أجل الجمعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. هذا أيضا خبر آخر يعارض خبر عائشة، وكلاهما كما قال الشيخ الراجح أنها موقوفة، الأول موقوف على عائشة وهذا موقوف على ابن عباس. فعائشة قالت: لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا يقول: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. وهذه إذا كان الراجح هو الوقف على هذين الصحابيين الجليلين، وهما من فقهاء الصحابة، عائشة رضي الله عنها معروف بفقهها، وابن عباس حبر الأمة كذلك أيضا معروف بفقهه. فإذا إذا كان موقوف فإذا هذا هو رأيان لهذين الصحابيين، رأيان لهذين الصحابيين. طبعا هو معلوم أن الصحابة يختلفون رضوان الله عليهم. فابن عباس يقول: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، وكما قلنا هذا هو الذي يبدو هو الراجح. وهو إن كان إذا 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 إذا, إذا, إذا اعتكف صائما فهو أحسن ولا شك، يصير جمع عبادات عدة، لأن الاعتكاف طبعا فيه صلاة وفي ذكر وفي قرآن وتأمل ونحو ذلك. فإذا اجتمع معه صيام معلوم أن هذا أحسن وأفضل ويكون أكثر في التعبد والتحنث. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.